بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله خير الاسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه اذى بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله على نفسي وديني وبسم الله على اهلي ومالي بسم الله على كل شيء اعطانيه ربي الله اكبر الله اكبر الله أكبر, أكبر, اكبر اعوذ بالله مما اخاف واحذر الله ربي لا اشرك به شيئا عز جارك وجل سناؤك وتقدست اسماؤك ولا اله غيرك اللهم اني اعوذ بك من شر كل جبار عنيد وشيطان مريد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل داء دابة انت اخذ بناصيتها ومن شر كل دابة انت اخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حبيت اقول لكم دعاء للحفظ ان شاء الله باذن الله وللسلامه والغنى والفرح والسعاده والنصر والفوز باذن الله قبل ما ابدا على طول واقول لكم على المعجزه الكبرى من سوره ياسين العظيمه المباركه التي معها الاسرار والكنوز النورانيه من رب البريه سبحانه وتعالى يعني أبشروا, ابشروا 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 مع هذه الهديه العظيمه من كتاب الله سبحانه وتعالى وتحديدا من سوره ياسين العظيمه التي هي قلب القران الكريم التي لما قرات له التي باذن الله سبحانه وتعالى من يقراها ينال كل ما يتمناه باذن الله وكل ما يريد من امور الدنيا والاخره تذكروا جيدا ان قلب القران الكريم فيها اسرار ومعجزات بالملايين بل وبالمليارات تاكدوا ان قلب القران الكريم فيها كل ما تتمناه وما تبحث عنه تاكدوا مليون بالمئه وبليار بالمئه انكم مع سوره ياسين انتم مع الحل الاكيد لكل مشكلتكم في الحياه من الالف الى الياء يعني شوف انت من اول ما تصحى من نومك لحد ما تيجي تحط راسك على المخدة شوف بتمر بايه وشو بتشوف ايه وشو بيحصل لك ايه وبتتابع ايه وبتتاثر بايه وبيجرى لك بايه وبتخاف من ايه وبتشيل هم ايه كل ده مع سوره ياسين باذن الله سبحانه وتعالى محلول ويمر بيسر وتيسير خاصه انها هي الصوره التي من قراها في الصباح يعني كان يومه سعيدا وسهلا وميسورا يرزق باذن الله سبحانه وتعالى كل ما يتمناه ويصرف الله عنه كل شر باذن الله ومن قراها كذلك في المساء يعيش سعيدا في هذه الليله باذن الله محفوظا مجبورا الخاطر بل وبإذن الله ان شاء الله يرى ما يسره في منامه باذن الله إذا وضع النية لذلك. طب احنا النهارده معانا آية معجزة من سورة ياسين من قرأها بإذن الله ودعا الله بعدها بأمر الله تبارك وتعالى وبإذنه ينال بإذن الله مال ورزق واسع، مال كثير ورزق واسع يأتيه مسهلاً وميسراً بإذن الله وسريعاً وعاجلاً من حيث يحتسب ومن حيث لا يحتسب. رزق ومال مال مال دولار بقى الدولار الجنيه المصري يعني في اي دولة كان هيجيله مال باذن الله سبحانه وتعالى ريال الدرهم ايا كانت الدينار اي حاجة انا مش بقول بس الجنيه المصري وال... لا كل حاجة ان شاء الله باذن الله هتلاقيها ان شاء الله باذن الله جيله مال من خزائن الله الواسعة بطريقة هو لا يتخيلها ولا يتوقعها وزي ما شفتوا معانا مع المتابعين الكثير والكثير والكثير اللي ربنا رزقهم من حيث لا يحتسبوا وذكروا لنا ذلك وناس كتير ما ذكرتش ذلك ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى احنا بفضل الله قبل ما نقول لكم على حاجة بنكون متأكدين منها مليار بالمئة قبل ما نقول لكم على اي فائدة بإذن الله سبحانه وتعالى طيب كده وبس لا ده انت معاها قضاء جميع الحوائج اللي انت حاسسها صعبة واللي هي معقدة وتقول لي اصل بقالي 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 فترة كبيرة ما بيحصلش معايا انفراجة هتحصل معاك انفراجة النهاردة ان شاء الله باذن الله تنال شفاء عاجل يعني ايه شفاء عاجل يعني عندي امراض كتير قوي ومش عايزة تخف لا هتخف لان دي معاها المفتاح معاك مفتاح النهاردة بيفتح كل الابواب والامراض المعقدة دي او المكلكعه دي او اللي مش عايزه تمشي دي بسبب امراض عضويه وبسبب سحر بسبب عين او حسد هتتفك الطلاسم وتتفتح الابواب وتفك الشفرات وتخف ان شاء الله باذن الله مع اخذ الدواء الطبي لان انت كده بتفتح الابواب المقفوله علشان الدواء يشتغل ان شاء الله هيشتغل وهتخف بسرعه كمان ان شاء الله باذن الله مع العلاج القراني العلاج الطبي الذي يكتبه الطبيب كمان ان شاء الله باذن الله تنال باذن الله سبحانه وتعالى استجابه الدعاء في الحال يعني انا بقرا الايه وبدع الله بعدها فربنا بيستجيب لي دعاء ان شاء الله يلا نبدا الطريقه بسرعه علشان خاطر باذن الله سبحانه وتعالى تنال كل ما تريد مهما كان ان شاء الله باذن الله يلا توجه للقبله قبلها متوضئ متعطر برائحه جميله في العذر الشرعي المراه متوضئه متعطره برائحه جميله ايضا تمسك الهاتف المحمول لا تمسك المصحف ابدا في العذر الشرعي ونضع النيه ونصفي النيه صفي النيه الطريقه دي عايزه تصفي نيتك تركز تركز مع الله قلبك حاضر دنيا ورا ظهرك ما تكونش شايل هم في قلبك عشان بتعمل طرق كتير قوي وانت عندك ذنوب قد كده كالجبال وعندك غيبه ونميمه وكذب واكل مال بالباطل وتجيب تشتم في ده وتتكلم على ده وتظلم زوجتك وتظلم اولادك وتظلم مش عارف مين وتبص بره بصه مش كويسه لكذا وت... لا طهر قلبك الاول اذا ما جيت الله علشان خاطر تشتغل معاك بسرعه باذن الله سبحانه وتعالى ما تخافش. يغفر الذنوب في ثانيه بس تطهر قلبك جيت له في الثانيه دي وانت مطهر قلبك هيكرمك يلا بقى نويت النيه نظفت قلبك تطهرت اغتسلت لو انت عندك ذنوب كتير اغتسل وين وما تعملهاش تاني واقرأ سورة ياسين بإذن الله سبحانه وتعالى من أولها لحد آخرها، بس لما تيجي عند الآية رقم 28 بإذن الله سبحانه وتعالى وهي الآية التي تقول بسم الله الرحمن الرحيم "وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين"، الآية رقم 28 تكررها بإذن الله 28 مرة، تكررها 28 مرة متتالية، يعني مرة وبعد كده 27 مرة متتالية بإذن الله، بمجموعهم 28 مرة، بعدها تسأل الله ما تريد. اول ما تختم الايه رقم 28 تسال الله ما تريد وتكمل الصوره حتى نهايتها وبعد ان تصل الى ختام الصوره باذن الله سبحانه وتعالى تسال الله بحق اسرار اللهم بحق سوره ياسين واسرارها وانوارها ارزقني كذا وكذا 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 انك على كل شيء قدير قول كل حاجه انت عايزها باذن الله سبحانه وتعالى ومال ورزق واسع وثروه وسراء وغنى ونجاح وتفوق وشفاء وسفر وحمل وانجاب ونصر نصر 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 كبير ان شاء الله باذن الله آه قلت كل حاجة قول إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير يا نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اختم بعدها على طول وقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين تجرد من كل حاجة إلى الله يا رب لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين عشر مرات متتاليات وباذن الله طبقها يوم يومين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة اسبوعين لحد ما تاخد كل اللي انت عايزه خدت حاجة النهاردة كمل خدت حاجة بكرة كمل تاني كمل لحاجة تانية وثالثة ورابعة ما جاتش النهاردة استمر ثلاثة ايام لحد ما الطاقة السلبية عندك تروح والتعطيل يروح والمشاكل اللي عندك تروح باذن الله سبحانه وتعالى عندك سحر قديم عندك عين قديمة عندك حسد قديم عندك تصريت عندك عوارض كمل 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 لحد ما